وللحديث أكثر حول تحركات أسواق الطاقة وأيضا الأسواق العالمية تنضم إلينا نادية البلاسي محللة الأسواق في إكويتي جروب. أهلا بك نادية. يعني تابعنا الارتفاعات الأسبوعية اللي تجاوزت 8% بالنسبة لأسعار النفط، وأيضا خطوة روسيا والتي تفكر أيضا وتخطط لخفض إنتاجها بنحو 5% من الإنتاج، يعني حوالي 500 ألف برميل. برأيك إلى أي مدى سيكون تأثير هذه الخطوة على أسعار النفط في الفترة المقبلة؟ وأيضا اليوم نشهد عمليات جني أرباح أيضا وتراجعات على أسواق الطاقة. نعم، صباح الخير ساري. بداية شهدنا ارتفاعات في النفط بالذات برانت و WTI بسبب إعلان روسيا لتخفيف من الإنتاج بنسبة 500 ألف برميل، وهذا يعني سوف مع أوبك بلس سيكون خفض الإنتاج حوالي 1,000,000 برميل لليوم. يعني فطبعا ده كان رد من روسيا بسبب البرايس كاب الذي يعني الجي 7 حطته والاتحاد الاوروبي ايضا اللي هو 60 دولار للبرميل، فهذا كان الرد. وطبعا روسيا تتدخل الى رفع اسعار النفط لانها تاذت بهذه الفتره، يعني طبعا ده كان من سبب الحرب، ووفقا على ذلك راينا ان يعني الاتحاد الاوروبي ودول الجي 7 ياخذون نفط او يعني يستردون نفط من دول اخرى مثل تركيا، لذلك كانوا يعني يعملون بشكل مكثف على استعاده هذا اللوس الذي هم يعني راوه في الفتره الأخيرة. لذلك نشهد الآن أسعار النفط يعني تستمر في الارتفاع خصوصا مع خفض الإنتاج، لأن في زيادة في الطلب طبعا من بعد افتتاحات الصين، وذلك أيضا يؤثر على أسعار النفط بشكل إجمالي. جيد نادية، الذهب وما أدراك ما الذهب. الذهب يسجل حضور جيد كما تتابعي وتتابعه في الثلاثة أشهر الماضية، شهدنا ارتفاعات بحوالي 18% للذهب، ولكن منذ بداية هذا الشهر رأينا المنحى السلبي والتراجعات، لكن رغم هذه التراجعات لم يكسر مستويات 1,860 دولار للأونصة. نادية برأيك يعني هل يكون ذلك مدعاة لأن يعود الذهب إلى 1,900 دولار؟ يعني خصوصا الذهب أسعار يعني ثقة المستهلكين ارتفعت هذا الشهر من 64 إلى 66، لذلك يعني بناء على الطلب وشهية المستثمر والرفع المعنويات خصوصا بعد قرار الفدرالي من تبطيء وتيرة أسعار الفائدة، وكان ذلك هذا المحور الرئيسي لأسعار الذهب لأن ترتفع بها هذا الشكل إلى هذه المستويات إلى 1,960، ويعني رأينا أن التقلبات هذه كانت تدعمها بيانات اقتصادية جيدة، ولكن بعد آخر بيانات اقتصادية للسوق العمل في أمريكا الأنفية الوظائف الغير زراعية التي جاءت مفاجئة ويعني إلى 500 ألف وظيفة مقابل 1,090 ألف وظيفة التي كنا متوقعينها، زادت يعني التوقعات بأن السياسة الفدرالية ستكون لسه نوعا ما متشددة. لذلك رأينا أن في عمليات جني أرباح مكثفة على أسعار الذهب. يعني نادية أيضاً، بما أنه إحنا عم نتابع هذا الأسبوع أيضا بيانات التضخم من الاقتصاد الأمريكي، برأيك لو جاءت متباطئة أيضا هذا الشهر، برأيك إلى أي مدى سيكون انعكاساتها واضح على تحركات الدولار أيضا وعلى توجهات الفدرالي الأمريكي؟ نعم، يعني طبعا ننتظر هذه البيانات، وإذا جاءت فعلا سلبية سوف نرى بعد الطلب على الذهب، ولكنها لا، إذا استمرت في الانخفاض سنرى المزيد من الارتفاعات على الدولار، خصوصا أنه
مع تراجع التضخم في هذه الفترة سنرى أن يعني ممكن زيادة الوتيرة من أسعار الفائدة الأكثر تشددية، لأن البيانات تشير إلى انعكاسات يعني إيجابية في الأسواق. يعني إذا انخفض التضخم ويعني وسوق العمل ما زال يكون قويا، فستكون الوتيرة ممكن أن نرى وتيرة أكثر تشددية خصوصا في الاجتماع المقبل، يعني بحيث أنه هذا التول الذي يستخدمه البنك الفدرالي يعني it's working أو أنه تشتغل على مساهمة يعني الكيربينج من التضخم. نعم نادية، لو تحدثنا هذه المرة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الصين مع عودة الانفتاح لهذا الاقتصاد، تابعنا بيانات التضخم يوم الجمعة من الاقتصاد الصيني اللي ارتفعت أكثر من 2%، لكن عم نلاحظ أيضا أنه ما زال هناك انكماش في مؤشر أسعار المنتجين. برأيك التأثير في هذه البيانات والفجوة ما بين هذين المؤشرين إلى أي مدى سيكون تأثيره، وأيضا على التوقعات بالنسبة للاقتصاد الصيني بالفترة المقبلة؟ طبعا أسعار المستهلكين للصين ارتفعت بسبب زيادة الطلب، خصوصا مع افتتاحات الاقتصاد الصيني وأيضا اللونر نيو يير الذي يعني التي كانت من أسبوعين مضوا، لذلك كان في زخم كبير على استيعاب الطلب يعني الاستهلاك. لذلك رأينا أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع، وممكن أن نرى أيضا ارتفاعات في التضخم، ولكن نود أن نذكر أن سياسة الشعب الصيني، بنك الشعب الصيني، مختلفة عن باقي سياسات الدول العالمية، خصوصا مع الضخ الذي سووه منذ 3 أيام يعني بنسبة 150 مليار دولار، أيضا يعني للنمو الاقتصادي والسيولة، لأنهما يعني يريدون أن يحفزون ذلك السيولة منذ الإغلاقات التي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الصيني، ولذلك هما يدعموها من هذه الناحية. فممكن أن نرى أن التضخم يرتفع، ولكن مش بالشكل مش بالشكل الذي نراه في باقي الاقتصادات العالمية، خصوصا مع أن رأينا أن إغلاقات كوفيد من الصين كانت يعني جدا يعني كانت لوقت طويل أكثر من باقي الاقتصادات، وأيضا مع سياسة مختلفة نرى أن في يعني اختلافات في النمو الاقتصادي الصيني versus باقي الاقتصادات العالم. شكرا جزيلا لك نادي البلاسي، محلة الأسواق في إيكويتي جروب.